حقيقة إن الحراك السياسي اللي حاصل والتوترات اللي ما زالت مستمرة في منطقة الشرق الأوسط والتصعيدات الإسرائيلية المستمرة سواء باتجاه الشعب الفلسطيني أو التصعيد على جنوب لبنان وأيضا سياسة الاغتيالات التي انتهجتها إسرائيل في الآونة الأخيرة وبالأمس مقتل إسماعيل هنية في طهران، كل هذه الأمور جعلتنا نتحدث عن تحذيرات كررها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا من أن المنطقة من الممكن أن تقع في اتساع لدائرة للصراع مستميت ومستدام. بداية الحرب في غزة من أكتوبر الماضي وحتى الآن وأيضا الممارسات الإسرائيلية وعدم الوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار التي اقترحتها مصر مع عدد من الشركاء الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط، كل ده ألقى بظلاله الحقيقة مش بس على الشعب الفلسطيني لكن على المنطقة، منطقة الشرق الأوسط برمتها. ردود فعل مختلفة على سياسة الاغتيالات الأخيرة اللي قامت بها إسرائيل، وأيضا ماذا بعد والسيناريوهات المتوقعة للمنطقة العربية بشكل عام، كل ده هنعرفه في تفاصيل الهاتف اللي هتكون معانا دلوقتي مع الدكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيراني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذة هبة وكل السادة المتابعين الكرام، أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. هذا ما حذرت منه مصر منذ البداية، اتساع دائرة الصراع، وده اللي بيحصل دلوقتي. إزاي حضرتك شايف سياسة التصعيد الإسرائيلية؟ بالتأكيد يعني عايز أقول أن مصر كانت أحد أهم وأولى الأصوات التي حذرت بشكل كبير، ودائما السياسة الخارجية المصرية والدولة المصرية لديها رؤية استباقية واستشراف للمستقبل، خاصة أن يمكن لدينا خبرات عديدة في هذه المسألة، ومصر كانت حريصة طوال الوقت بوجودها في الوساطة والمبادرات المختلفة لمحاولة إنقاذ الموقف ووقف يعني نزيف الدماء ومحاولة التوصل مبكرا لهدنة إنسانية ووقف إطلاق نار. وبالتالي مصر حذرت مرارا وتكرارا من دائرة اتساع الصراع وتداعياته التي يمكن في وقت من الأوقات عدم تداركها بأي حال من الأحوال، ويمكن الواقع بيؤكد ما نادت به مصر وحذرت به منذ فترة طويلة. وبالتالي اغتيال إسماعيل هنية أنا شايف أنه هو يمكن تصعيد خطير ونقطة فاصلة على العديد من المحاور. اغتيال هنية في الداخل الإيراني أعتقد أنه هو له العديد من الرسائل التي تحتوي على قدر من الاستهانة بالنظام الإيراني ونوع من تحدي النظام الإيراني، ومن شأنه أنه هو قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، خاصة إن وضعت إيران في حرك شديد ومصداقية إيران على المحك. يعني طالما إيران اتبعت خطاب خاص بمواجهة الكيان الإسرائيلي والدفاع عن القدس وغيره، وفي نفس الوقت هي حريصة على ضبط الصراع وعدم اتساعه، حاولت ذلك وكان بفضل تدخلات أمريكية، والجبهة الشمالية ربما تدخلت بحذر نوعا ما، ولكن أعتقد إن عدم رد إيران في هذا الظرف الصعب سينال من مقدراتها ووزنها النسبي والإقليمي، وبالتالي هي توازن ما بين الصمت كما حدث في مواقف سابقة ما بعد قاسم سليماني وما بعد اغتيال العالم النووي الإيراني والمشرف على البرنامج النووي، كانت ردات الفعل دون المستوى وأدت إلى تمادي إسرائيلي. طيب، هذه المرة أعتقد أن الوضع مختلف وإيران قد تدفع إلى الرد حفاظا على وجودها وكيانها ومدركتها. حفاظا على ماء الوجه. طيب دكتور هاني، يعني إسرائيل فتحت أكتر من جبهة الحقيقة في الأيام الأخيرة سواء في جنوب لبنان أو حتى بسياسات الاغتيالات اللي اتبعتها وكان آخرها اغتيال إسماعيل هنية. برأيك ماذا بعد؟ أين ستذهب المنطقة؟ يعني التصعيد في أكتر من جبهة، الجبهة الشمالية ومحاولة اغتيال فؤاد شكر ووزنه النسبي فيما يتعلق بجبهة حزب الله، علاوة على العديد من الهجمات خلال الفترة السابقة، ثم اغتيال إسماعيل هنية. أنا شايف أن يمكن إسرائيل ونتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام واستنزاف القوى والجبهات المختلفة لتحقيق انتصار يحاول تسويقه داخليا، وهو ما حدث بالفعل. هو الرجل يحاول أن يقوم بأي انتصارات أو أي خطوات من شأنها أن تطيل أمده واستمراره، وأن يحاول ربما امتصاص الغضب في الداخل، ولكن هو في نفس الوقت يشعل المنطقة بدون اكتراث. وخلينا هنا نقف عند
مقابلة وخطاب نتنياهو في الكونجرس وحالة التصفيق الحار. أعتقد أن الرجل أتى بمباركة أمريكية أو ضوء أخضر على أقل تقدير، والولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولة عن كل ما يحدث بصرف النظر عن التصريحات الخاصة بسعيها لمحاولة الضغط على نتنياهو أو التوصل إلى وقف إطلاق نار. أعتقد أن الولايات المتحدة هي طرف وليست وسيط كما هو الدور المصري الذي يتعامل بصرف النظر عن أي تجاذبات. الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها نفس القناعات والمحددات التي تتحرك بها القوى المصرية، واللي هي كانت جادة في التوصل لحل سياسي، ولكن الرهانات الإسرائيلية ثم الأمريكية هي غير معنية بالوصول لاتفاق، واعتقد ان ده يمكن مخاطرة كبيرة. طيب تأثير اللي حصل ده ايه يا فندم على مفاوضات الهدنة؟ يعني مصر حاضرة في كل تصعيد، وكانت دائما مصر ما تقوم بإقرار هدنة وبالتواصل مع الأطراف المختلفة، لكن هذه المرة وحضرتك عارف طبعا أن الوضع مختلف، لكن ما زالت مصر على مدار العشر شهور الماضية وهي بتحاول في الإقرار هدنة. تأثير ما حدث على الهدنة؟ نعم، مصر بشكل مبكر تحاول القفز على أي محاولات إسرائيلية لنسف مبادرات السلام أو التوصل لاتفاق. مصر تعاملت بحكمة شديدة وضبط نفسها أستاذ محمد في العديد من المواقف، سواء فيما يتعلق بمعبر رفح أو المجازر والانتهاكات الإنسانية في فترات سابقة، أو حتى على مستوى تصريحات الخطاب السياسي للضغط على القاهرة. ومصر يمكن قرأت المشهد بذكاء شديد وحاولت عدم تقديم هذه الفرصة وأصرت على الاستمرار. حتى المبادرات المصرية التي قدمت هي أصلا كانت نواة للمبادرات المختلفة التي تم ترتيبها من الجانب الأمريكي أو غيره، وهي اعتمدت بشكل مباشر على جهود القاهرة. فأنا شايف أن مصر حققت وكانت حريصة دائما على دفع جهود السلام رغم التحديات المختلفة ورغم الممارسات الإسرائيلية. لكن هذه المرة أعتقد أن احنا عند لحظة إحباط فارقة، ولحظة تعبر عن عدم الجدية الإسرائيلية وعدم الاكتراس، وأيضا المواقف الأمريكية سواء من ردات الفعل اتجاه عملية الاغتيال في حزب الله في لبنان، أو الموقف الأمريكي من اغتيال إسماعيل هنية وهو شخص له رمزية سياسية وهو عنصر أساسي من مفاوضات السلام، هو ليس شخصية صحيح عسكرية أو الجناح العسكري، وبالتالي الوضع مختلف تماما. أعتقد أن مصر تحاول تجاوز لحظة الإحباط تلك، ولكن هذه التصرفات الإسرائيلية من شأنها أن تنسف الجهود أو تحاول تجمدها مؤقتا، لكن كالعادة القاهرة ستحاول ربما البناء على النقاط الإيجابية وما تبقى من فرص في المرحلة القادمة. ولكن خلينا نتكلم بشفافية، يعني الموقف صعب، ويمكن كلما يعني كانت مصر تحاول أو هناك تقاربات معينة نجد هناك يعني تصرفات إسرائيلية في الحقيقة هي يعني غير مسؤولة بالمرة، وتؤكد على أن المسألة صعبة، ولكن في النهاية مصر دائما تحاول أن تقوم بما عليها وتحاول ربما قلب الطاولة لإعادة المسارات التفاوض إلى طريقها الصحيح. شكرا جزيلا دكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيراني.